بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حاجه يرد عليك. اول ما فتحت البتاعه ولقيت ان احنا علينا، قال اللي خوفني ان انا مش مقتنع ان البتاعه دي بتتحرك من مكانها. رامز جلال خلاها خلاها وجابنا هنا علشان نتكلم. استنوني في رمضان في برنامج رامز عقله طار على قناه ام بي سي. الله اكبر.